تفصيلا في الميدانيات في مجمل محاور المنطقة العازلة، ينضم إلينا من ريف حماة بالتحديد مراسلنا هناك بلال الغاوي. أهلا بك بلال إلى هذه النشرة. بداية بلال، هل تأكد سيطرة قوات النظام على كل من قريتي تل ملح والجبين شمالية حماة بعد معارك عنيفة خاضتها مع الفصائل المسلحة هناك؟ نعم، في الحقيقة تمكنت القوات الروسية الخاضعة أو الخاصة يعني التابعة للروس بشكل مباشر من السيطرة على قريتي تل ملح والجبين بريف حماة الشمالي الغربي مساء يوم أمس الأحد. أيضا يعني هذه السيطرة جاءت بعد اشتباكات عنيفة بكل معنى الكلمة مع الفصائل العسكرية المقاتلة هنالك، اتباع سياسة الأرض المحروقة من قبل الميليشيات التي دخلت تلك المنطقة. عملية السيطرة أو عملية الاستعادة جاءت هذه بعد عشرات المحاولات التي قامت بها روسيا والميليشيات المرتبطة بها طيلة الخمسين يوم الماضية. بدأت يعني قوات النظام والميليشيات المساندة أيضا له مع ساعات الصباح الأولى بالتمهيد المدفع وصاروخها العنيف على تلك المنطقة، غير ذلك مئات الغارات أو بالآلاف القذائف المدفعية التي سقطت على تلك المنطقة بشكل مباشر، تمهيد ناري كثيف بكل معنى الكلمة. حتى ساعات ألو؟ نعم بلا، نسمعك بشكل واضح، أكمل لو سمحت. نعم، إذا سيطرت الفصائل أو القوات الروسية على تلك المنطقة بعد مئات الغارات وبعد الآلاف القذائف التي سقطت على تلك المنطقة. اضطرت الفصائل العسكرية من الانحياز من جبين وتل ملح حفاظا على العناصر، كما ذكرت يعني عدة فصائل من المواقع التابعة لها. جاء لعملية الانسحاب كما ذكرتم قليل، يعني حفاظا على العناصر. الشيء المهم الجدير بالذكر، هاتين البلدتين الصغيرتين يعني تعرضت لأكثر من 2500 قذيفة مسجلة لدينا طبعا. غير ذلك الطيران الحرب الروسي والحرب التابع للنظام السوري أكثر من 1200 و500 برميل متفجر سقط على تل ملح والجبين. تل ملح والجبين تم مسحها من الخارطة بشكل كامل، لم يبقى أو تل ملح ولا لم يبقى الجبين بشكل مباشر. منذ قليل استهدفت الميليشيات النظام التابعة النظام في منطقة. نعم بلال، قبل أن نعرج على حصيلة المدنيين الذين سقطوا جراء هذه المعارك التي ذكرتها، يعني هناك نقطة مهمة أتيت على ذكرها فيما يتعلق بسيطرة قوات النظام على قريتي تل ملح والجبين. هل القوات الروسية الخاصة ما بين هلالين هي من قامت بتغيير سيطرة أو ميزان القوى لصالح النظام؟ لأن هذه النقطة جدلية في وقت تنكر كل من روسيا والنظام تواجد قوات خاصة هناك. من الذي سيطر على الجبين وتل ملح هي قوات خاصة بكل معنى الكلمة، كما سيطرت على بعض المناطق معركة الحماميات التي حصلت منذ أيضا منذ أسابيع تقريبا. من الذي سيطر على تل ملح والجبين هي قوات خاصة تابعة لروسيا بشكل مباشر. ونعلم ربما يكون هناك أيضا قوات خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني، أو ربما تكون أو عقائدية يعني فصائل عقائدية تابعة للنظام هي من شاركت وحررت أو تعزت. سؤالي الأخير لك بلال على عجالة، ما هي حصيلة الضحايا المدنيين حتى اللحظة جراء هذه المعارك الجارية هناك؟ نعم، اليوم يعني منذ ساعات الصباح الأولى جددت القصف المدفعي والصاروخي والطائرات الحربية الروسية والسورية التابعة للنظام السوري أيضا، وأيضا الحرب الرشاش والمروحيات ألقت عدة برامل متفجرة قصفت كل من مدن وبلدات اللطامنة، خان شيخون، أيضا كفر زيتا، اللطمين، الزكاة، وأيضا الأربعين. اليوم استشهد مدنيان الشاب محمد نصير الحميد وأيضا أحمد عبد الله الحميد من أبناء مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي جراء قصف من قبل الطيران المروح الذي ألقى براميل متفجرة على الأراضي الزراعية لقرية لطمين. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات مراسل اليوم بلال الغاوي، حدثنا مباشرة من ريف حماة.